طيب الدوري الفرنسي متأثر بالغيابات باعتبار ان معظم اوروبا معظم افارقه بيبداوا الاول في طبعا فرنسا؟ الدوري الفرنسي واحد من الدوريات اللي معظم في عدد كبير، انا ما حصرتش اللعيبه، انا عارف بس هو اكيد ولكن كتير رقم يعني كبير. يعني في مدربين بيشتكوا، في انديه بتعاني، فالدوري الفرنسي من اكتر الدوريات بالتاكيد، لان عدد كبير من لاعبي المنتخبات الافريقيه متواجدين في الدوري الفرنسي، صحيح. فبالتاكيد طبعا يعني مش على هواهم خالص ان البطوله تتلعب يعني. هو مش على اوروبا نهائي، اوروبا يعني على اخرها من البطوله. هو الـ يعني انا تفسيري لده ان جزء منه يلقى باللوم فيه على الكاميرون نفسها. الكاميرون الاستعدادات بتاعتها ما كانتش على اكمل خلت الوجه من رحراحه كده. بدري، يعني هم المفروض كانوا مرحرحين قوي. ينظموا 2019 وما نظموش. الكورونا اجلت البطوله في 2021. ده معناه لو كانش في كرو كانش هتتلعب في كاميرون. بالظبط، لحد وقت قريب وكان الكلام ان الدنيا مش افضل حاجه، فبالتالي يعني عارف تقريبا اللي خلى الباور حصل من ناحيه الكاميرون وجود شخصيه بحجم صامويل ايتو. يعني انا اتصور ان لو صامويل ايتو مش موجود كان ممكن سهل جدا البطوله تتأجل او يحصل، تتلغي. لان صامويل ايتو بحكم نجوميته الكبيره فبره في اوروبا تحديدا صوته مسموع، سهل جدا ان انت تنقل تصريح قوي اللي بيقوله لقيته صامويل ايتو، فده فرق كتير ده بالنسبه، فتحوا ملف ضرائب ليه في اسبانيا ده طبيعي جدا.